اهلا بحضراتكم من جديد، وكعادتنا كل يوم اثنين بيكون معانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشوباشي والنائبه بمجلس النواب، وقراءه في اهم الملفات المحليه والاقليميه معانا عبر الاقمار الصناعيه. استاذه فريده اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ويا خساره اني مش شايفاكي. والله يعني الخساره يعني معلش معلش نعدي الفتره دي حفاظا على حضرتك طبعا وعلى كل ضيوفنا. يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا استاذه فريده. بالظبط كده. طيب خلينا نبدا مع حضرتك من مبادره تحويل السيارات للعمل بالغاز. شايفه ازاي الاهتمام الرئاسي بيها، واهم الرسائل اللي توقفتي امامها في كلام الرئيس السيسي النهارده؟ شوفي انا يعني المبادره دي يعني زي ما تقولي ايه، كانت حلم بالنسبه لي، لانه انا قريت في اكتر من موقع قبل كده وفي اكتر من جريده إنه مصر تعتبر من أكثر دول العالم تلوثاً، يعني التلوث فيها فظيع، وأنا رأيي إنه كانت العربيات اللي بتطلع العادم بتاع المازوت والبنزين والوقود العادي يعني كان سبب أساسي في إحداث هذا التلوث في أجواء مصر، واللي طبعاً زي ما قلنا قبل كده يا ريهام بيكلف الناس حياتها وبيكلف الدولة والمجتمع النفقات والعلاج وكل حاجة سلبية ممكنة يعني في من أثار الموضوع ده. فأنا النهاردة حسيت إن الرئيس يعني مهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياتنا كمصريين وكمواطنين، ودي حاجات على فكرة قبل كده كانوا بيقول خليهم يتسلوا لما نشتكي من حاجة، لا ده حتى قبل إحنا ما نشتكي هو بيسبقنا في إنه هو بيدور على الحاجة اللي تريح المصريين واللي يكون ليها فوائد. يعني الموضوع ده بتاع النهاردة لما قال أن أعرب الرئيس عن سعادته بجهد المصريين وباللي عملوه بسواعدهم، دي حاجة يعني ما أقدرش أقولك ممكن تحسسني بالفخر لأي درجة. وبعدين ما ننساش أن الرئيس كمان يعني شاف الموضوع من كل زواياه، يعني من زاوية البيئة، من زاوية توفير الفلوس يعني على المواطن كمان، لأنه اتضح أن البنزين أو المازوت أو أي حاجة بنستخدمها في العربيات العادية دي بتكلف كتير قوي يعني وبتكلفنا كتير. وبعدين بدل ما بنستورد أدي إحنا عندنا الغاز الحمد لله بكميات تمكننا من إحداث هذا. زائد على هذا الموضوع كمان إنه في اتفاق مع الشركات الكبرى، والنهارده كان في وزراء من يعني من أهم وزراء الحكومة الحالية في المتواجدين مع الأطراف الأخرى اللي هي هتساعدنا بقى في إن إحنا ننفذ هذا الموضوع. زائد انه برضو الرئيس اهتم بكيفيه التمويل وانه ازاي هيستخدم ده لاعطاء دفعه للصناعه المصريه. يعني مش بس الاكتفاء الذاتي من السيارات، هو ايضا بيتفق كان مع ناس انه هو يجيب مكونات السيارات دي تتعمل هنا في مصر. فشوفي يعني في كام حاجه بيقول لك لما يقول لك ضرب عصفورين بحجر، لا انا هنا بقى ضرب يجي 20 عصفور يعني. وان شاء الله دايما هو كده، ودايما هو بيبص للموضوع من الزوايا بالدراسه كمان. يعني هو كل الدراسه عليها دي مهمه. الرئيس يا استاذه فريده بالزبط. اوضح ان الدوله اطلقت هذه المبادره وفق دراسات علميه معمقه ومتكامله لضمان عوامل النجاح. فكره الاعداد بالزبط. الجيد للمبادره قبل اطلاقها وتوفير كافه مكونات نجاحها، شايفه ده ازاي؟ احنا مش بنطلق مبادره وخلاص، لا ده احنا درسناها وتحققنا من كل شيء قبل ما نطلقها. بالظبط، ده درس كل تفاصيلها يعني بالتفاصيل الصغيره جدا، لدرجه يعني كان في انبهار النهارده بمعلوماته مني انا كمواطنه لما الاقي رئيسي كل حاجه بيتكلم فيها في الموضوع ده كل تفصيله عارفها. يبقى في دراسه معمقه وفي دراسه وافيه وفي دراسه جاده وفي دراسه يعني بتستهدف خدمه الوطن والمواطن. هي دي كانت نقطه مهمه جدا جدا جدا، لانه الموضوع ده على فكره بدا يعني
يحيي الأمل في نفوس كتير مصريين أنهم هيغيروا عربياتهم القديمة بعربيات جديدة وبشروط ميسرة علشان بالتقسيط يعني وبفوائد منخفضة. كل ده تشجيع على أنه أولاً ده بيساعد المواطن في كل متطلبات حياته، ثانياً ده تشجيع برضو على أنه الناس تبتدي تهتم بالبيئة وتشتري حاجة ما تلوثش البيئة. إحنا شفنا الأمراض اللي حصلت لنا قبل كده من تلوث البيئة، وده وكمان إن إحنا قاعدين كده يعني العربية بتبوظ وخلاص ما نعرفش نعملها. أنا بشوف على الشوارع وأنا ماشية بشوف مشاهد مرعبة، لأن في عربيات وصلت إن ما فيهاش حتى إضاءة، يعني حتى ماشية يعني إيه بالقدرة كده مش عارفة إزاي يعني. فدي طبعا بتبقى خطر على المواطن وخطر على الشارع وخطر على الدولة، لأنه بيزيد عدد الإصابات. فكل ده يعني إن شاء الله هينتهي، وبعدين الطرق اللي اتعملت هتساعد جدا 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 في الانسياب المروري بشكل محترم وبشكل جيد وبشكل لا يرهق السيارة أيضا. يعني الحقيقة إنه النهاردة كان يوم يعني بيوري الفكر بتاع قيادتنا ازاي. يعني مش فكر يلا روحوا انتوا بقى اتصرفوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، لا ده كل صغيره وكبيره بتلقى اهتمام السيد الرئيس. طيب حرص الرئيس وطبعا معاه كل طبعا، لكن حرص الرئيس كمان استاذه فريده على نقل اخر ما توصلت اليه الصناعه الخاصه بالمركبات اللي بتعمل بالغاز في العالم لمصر. دي طبعا هو عمره ما بيجيب لناش الفضلات زي ما كانوا بيعملوا لنا في الاونه السابقه، يعني على الثوره اللي عملناها، لان كنا يعني متمردين عايشين في الجنه وتمردنا، ده احنا كنا شايفين المر، لانه كانوا بيجيبوا لنا نفايات الدول الاخرى في كل حاجه، في الاطعمه، في الملابس، في الالات، في كل حاجه كنا بناخد البواقي والحاجات اللي يعني احيانا كانوا بيجيبوا لنا يعني أطعمة ودجاج وحاجات كده لا تصلح للاستهلاك الآدمي. فالنهاردة لما نلاقي رئيس كل حاجة كل تفصيلة صغيرة مهما كانت صعبة ومهما كانت، يعني أنا ساعات والله ساعات ببص كده بقول هو بينام إمتى، يعني الصبح بنلاقيه ربنا يديله القوة يا رب ويحافظ لنا عليه. لكن عايزة أقول إنه الدراسة بتاعته أيضا خدي بالك بتجعل الطرف الآخر اللي بيتعامل مع مصر يحس بهذه الجدية ويعمل حسابها، يعني مش يعني ما يقولش لا ده أنا هديهم بقى اللي أنا عايزه، لا ده في حد فاهم كل حاجة وبيناقش كل التفاصيل وبيطلب الحاجات اللي هي فعلا لازم تطلب، يعني بتدل على إنه الموضوع دورس دراسة متعمقة جدا يعني. فدي كانت حاجة برضو مبشرة يعني بالنسبة لنا يعني. طيب مؤخرا توسعت كمان الدولة في مد شبكات الغاز للمدن والقرى بتوجيهات رئاسية وبتيسيرات كبيرة أستاذة فريدة، دلالة المتابعة الرئاسية لكل التفاصيل لتحسين معيشة المواطن شايفاها إزاي؟ والله أنا شايفاها والمصريين كلهم شايفينها، إن هذا الرجل يسهر ولا يهتم. أنا بيتهيألي إنه ما عادش يعني ما أعرفش إذا كان بيفكروه إنه ياكل ولا لأ، لأنه كل اهتمامه وكل مشاعره وكل حاجة كل طاقته في خدمة المواطن المصري وخصوصا اللي محتاجين أكتر، يعني ما فيش إهمال، يعني ما فيش شريحة مهملة في مصر، بالعكس اللي ملوش سند سنده عبد الفتاح السيسي. تمام. طيب أنا عايزة أنتقل مع حضرتك لتصدر الفئات الأولى بالرعاية لأهداف ومخصصات الموازنة العامة للدولة بتخصيص حوالي 326 مليار و280 مليون جنيه اعتمادات إجمالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. بتقرأي الأرقام دي إزاي وثمارها إيه على هذه الفئة فعلا؟ لا أنا بلاقي إنه الاهتمام بهذه الفئة يعني من الألف للياء، يعني عارفة الاهتمام بمساكنهم، الاهتمام بالطعام، بأنه المواد الغذائية تبقى بتسعيرة في متناول اليد، الاهتمام بالصحة، بالعلاج،
خدي بالك التأمين الصحي اللي طلع، الاهتمام بالتعليم علشان يطلع أجيال مصرية متعلمة، الاهتمام بأنه مراعاة الضرائب، يعني مثلا خفض الضرائب على اللي ما عندهمش دخل كبير، يعني وبالعكس بقى شوية زيادة على اللي عندهم دخل كبير، يعني مش زيادة يعني يدفعوا بشكل عادل. يعني كمان الاهتمام ب يعني قلنا المساكن، احنا شفنا حتى بدينا في العشوائيات بيتنقلوا المساكن بديعة يعني وحلوة جدا جدا جدا، ولا تقارن بأي فترة تانية. يعني هي الفكرة انه وكمان الاهتمام بالتأمين الاجتماعي والاهتمام بالموظفين اللي بيخدموا هؤلاء هذه الفئات اللي محتاجة يعني، واللي هي وفي كمان الدعم المادي، يعني في بعض العناصر أو الفئات يعني الشرائح اللي بيطلع لها دعم مادي شهري كل شهر، يعني دي كمان حاجة مهمة جدا. يعني في حاجات كتير جدا جدا في مجال الاهتمام بالفئات اللي هي بتحتاج الحقيقة في رعاية محترمة وبتحفظ كرامة الإنسان المصري، لأن الإنسان لما يكون عنده اكتفاء معقول جدا من المسكن والملبس والغذاء يعني بيبقى، والتعليم طبعا والعلاج، بيبقى يعني ارتباطه بوطنه أكتر يعني وانتمائه لوطنه أكتر، لأنه بيكون حاسس إن في قيادة بتهتم بيه، مش بتهتم بفئة يعني هي أساسا عايشة في بحبوحة من العيش يعني، لا يعني دي حاجات الحقيقة برضو بتخلي الواحد يفكر إن ربنا جاب لنا هدية من السماء بقيادتنا دي، بإن إحنا بدينا. إحنا بس عايزة أقول إن إحنا 100 مليون وشوية عايزين نبتدي ننظم النسل، لأنه مواردنا أدي إحنا شايفين دلوقتي في حد بيوظف كل طاقات البلد لخدمة المواطنين. أكيد لو أنت كل طاقات البلد دي بتخدم النهاردة 100 مليون والسنة الجاية جبت لها 110 مش هينفع يعني كده، يعني لازم إن إحنا طبعًا نبقى برضو إيدنا في إيد الدولة، إيدنا في إيد الدولة. صحيح يعني إحنا بننهض سوا. طيب خلينا تسمح لنا يعني بقى قبل كل حاجة قبل ما نكمل حوارنا استاذه فريده، انا هستاذنك ان احنا نروح نشوف هذا العرض مع الساده المشاهدين اللي بيوضح دعم الفئات الاكثر احتياجا بالموازنه العامه للدوله. هنرجع تاني للأستاذة فريدة الشباشي. أستاذة فريدة، الدعم لم يقتصر على الدعم المالي فقط، بل امتد كمان للدعم السلعي، خصوصا أن هناك ما يقرب من 115 مليار جنيه تم توجيههم لهذا البند. ده إزاي بيساعد المواطنين على المعيشة الكريمة؟ ما احنا قلنا، أنا أشرت وإحنا بنتكلم على دعم السلع وتسعيرها. تسعيرها بمعناه أنها تبقى يعني بالثمن الحقيقي، يعني بالثمن الفعلي، بتكلفتها وبتحقيق أرباح للبائع معقولة. يعني بس كمان بتفيد المواطن المصري، يعني ما بيجيش يلاقي، ما يبقاش الدعم مال فقط أو دعم نقدي فقط. لا طبعا الدعم في كل المجالات، ما كمان شوف انت كمان حتى العلاج دي حاجة رائعة، يعني في ناس بتبقى مرعوبة لما بتمرض، كانت بتبقى مرعوبة، دلوقتي هتبقى خايفة من المرض لكن هيبقى عندها أمل إنها هتخف. فكل ده أو إنها يعني هيعتنى بيها، يعني هتتعالج.
فالفكرة أنه المخصصات بالمليارات، أنا شفت 300 وحاجة مليار، مش كده 315 115 مليار اللي هي للدعم الـ لا كله 300 وحاجة، بس 115 للسلعي. دعم السلعي 115 الحقيقة بتدي أمل، بالظبط بتدي أمل وبتدي كمان ثقة، وبتوصل يعني بتخلي الجسر قائم دايماً بين الشعب وبين قيادته، لانه القائد اللي بينفصل عن شعبه ويبص هو بس لمصالحه ويسيب الناس تخبط راسها في الحيط، طبعا بتبقى يعني بيصل الجميع لطريق مسدود زي ما شفنا قبل كده. أكيد. دلوقتي احنا كل يوم الطبقات اكثر احتياجا، وفي كل المجالات كل يوم بتحصل على مكاسب جديده، وكل يوم بيتعمق احساسها بأنه هذه القيادة تعبر عن المصريين بكل فئتهم. يعني كل فئة مصرية بتجد ما تحتاجه وبتجد ما تصبو إليه في ظل قيادة مهتمة بالمواطن المصري وبالوطن. إحنا النهاردة يعني إحنا النهاردة لما نشوف إن إحنا بننام وإحنا يعني مستريحين وآمنين وعندنا أسود على حدودنا بيحمونا وفي البحرية وعندنا أسود جوه برضو بيطبقوا القانون، بس احنا عايزين بقى يعني نطبق القانون أكتر في حكاية الجائحة بتاعت الكورونا دي. طيب أنا هنروح بقى للجائحة اللي حضرتك بتذكريها واللي فرقتنا النهاردة يا أستاذة فريدة، جائحة كورونا. يعني والله عايزة انتقل لقرارات الدولة وقرارات الوزارة، يعني في الإجراءات وأيضا تطبيق الغرامة أو العقوبة على من لا يلتزم بهذه الإجراءات الاحترازية، سواء كان أفراد سواء كان محلات أو مطاعم أو كافيهات. يعني شايفة أهمية فعلا الالتزام وأهمية تطبيق هذه الإجراءات من قبل الدولة إزاي؟ أنا شايفة إن الدولة دلوقتي بتتصرف بما يليق بدولة محترمة زي مصر، لأن في ناس بيبقى ما عندهمش إحساس بالآخرين، يعني هو عايز يفتح المطعم أو هو عايز اتفزعت من كتر الازدحام اللي شفت ان طلعت قرارات صارمه بانه اي حد يعني هيكسر الحجز وهيكسر طيب في مشكله في الاتصال او في الشبكه مع الاستاذه فريده، هنحاول انه نتواصل معاها تاني او انه نتعامل مع هذه المشكله الفنيه. طيب احنا معانا، طيب هنحاول نتواصل مرة تانية مع الأستاذة فريدة الشباشي حتى وإن كان من خلال الاتصال التليفوني. أستاذة فريدة أهلا بيكي. أهلا بيكي يا حبيبتي. طيب كملي اتفضلي يا أستاذة فريدة. أنا كنت بتكلم عن الإجراءات وخلينا نقول إن النهاردة يا أستاذة فريدة الشرطة حررت غرامات عدم ارتداء الكمامة خلال 48 ساعة، الغرامات قيمتها 1,400,000 جنيه، ده أثره إيه على التزام المواطنين بقى في الفترة اللي جاية بارتدائها؟ مفيش غير كده، هو ده اللي هيخلي المواطنين يلتزموا، هو الردع وإن كل واحد يدفع ثمن خطأه. أنا مع ده خالص، أنت عارفة إن أنا كنت محامية أساساً يعني. أيوه. فيعني القانون هو القانون، ويجب تطبيق القانون، يجب. ولزام علينا يعني، والدولة يعني أنا هقول مثلاً اتأخرت شوية في إنها ما طبقتش الإجراءات دي من قبل كده. زي ما حكيت لك بقول لك أنا دخلت السوبر ماركت اتخضيت. يعني في مشهد مرعب وإحنا في ظل وباء ما حدش عارف له حل، مش إحنا بس. ده الدول المتقدمة جدا 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 مش عارفة تتعامل معاه. فإحنا يعني التعامل هو بالإجراءات الاحترازية، هو بالكمامة وبالتباعد، مفيش غير كده. ده أضمن حاجة. طبعا ممكن اللقاح بعد كده، ممكن مساعدة، وبعدين النهاردة لما هنبقى مثلا 1,000,000 واحد يتعدوا في يوم هنجيب لهم أماكن منين في المستشفيات؟ ده حتى بره يعني برضو بيبقى في مشاكل في الناحية دي. فلازم الواحد كل واحد يراعي ظروف بلده يعني. طب اتخاذ يعني
كنت بسألك عن اتخاذ الإجراءات القانونية أستاذة فريدة ضد حوالي 21 ألف من سائقي النقل الجماعي لعدم أيضا التزامهم بارتداء الكمامات، وضبط 247 قضية في مجال منع تناول أو تداول الشيشة، وتحرير 704 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة. هل نقدر نقول أنه ده بيؤكد جدية الدولة في تنفيذ قراراتها؟ هذه الأرقام اللي احنا بنقرأها على سادة المشاهدين طبعا. وتحية لسهر جنود الشرطة برضو، رجال الشرطة، القاضية تبحث عن تطبيق القانون ويعني تدين من لا يطبق القانون، وتقدمه بقى يعني يدفع ثمن غلطاته، سواء غرامة، سواء يعني محاكمة، على حسب. يعني هو كده، لانه انت النهارده في ظل الوباء ده، احنا عارفين كلنا ان لما واحد بيبقى حامل الفيروس الميكروب ده، الكوفيد 19 ده، هو ممكن يعدي 100 واحد. طب ليه؟ مش حرام؟ طبعا ما هو ده حرام كمان، دي مسؤوليه. صح. يعني لازم ويبقى عندنا، هو اللي مش عايز يبقى عنده وعي يدفع ثمن شذوذه يعني. طيب انا هستاذنك ننتقل بقى، يعني اتكلمنا عن كورونا، اتكلمنا عن المشهد هنا في مصر، عايزه انتقل خارج مصر ونروح لتونس والمشهد هناك. سيطرت ما تسمى بمجموعه المية المعارضه لرئيس حركه النهضه التونسيه الاخواني راشد الغنوشي على المكتب التنفيذي للحركه. شايفه هذا الانشقاق ازاي داخل الحركه، وتوابعه هتكون ايه يا استاذه فريد؟ أستاذة فريدة، وهو طبعا معروف. نعم اتفضلي. ألو. مع حضرتك، اتفضلي. ما كنتش سمعت. شايفة ان يعني انا شايفة انه الغنوشي ده يعني تجسيد للقيادات الإخوانية الفاشلة، وتجسيد للقيادات اللي مش عايزة تعترف بانه دي صفحة في سبيلها الى ان تطوى. يعني ما هياش صفحة هتفضل. طيب هو أنا بشكر حياتك، شكرا جزيلا. للأسف في مشكلة فنية، ولكن عموما وقتنا أيضا انتهى، فأنا بشكرك شكرا جزيلا. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشوباشي، شرفتينا، وأشوفك إن شاء الله في مواجهة جديدة. قبل ما أسيب حضراتكم، خليني أقول لكم هذا الخبر العاجل، وهو غلق طريق الإسماعيلية أمام حركة المرور لوجود شبورة على الطريق. وطبعا نتمنى السلامة للجميع، وكله طبعا إن شاء الله يكون بخير، وربنا يحفظ الجميع. بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله أشوفكم بكرة في مواجهة جديدة. إلى اللقاء.